مهدي البناني، رئيس جمعية مسؤولي السيارات. احنا اليوم في الدورة 11 من معرض السيارات، دورة اللي جات بالجديد لا من ناحية الموقع ولا من ناحية العارضين ولا من ناحية لو فورما، لأنه هذه السنة هذه إن شاء الله كانت واخا أنه ندير واحد الوقفة على الميدان والإشكاليات ديالو عن طريق طاولات مستديرة غيكونوا فيها إن شاء الله خبراء وغيكونوا فيها عدد كبير من جميع الجهات المعنية باش نطرحوا الأسئلة اللي هي خاصة بالميدان ونشوفوا إلى بالإمكان أنه تكون فيها استنتاجات انتريسونت باش غادي نستعملوها ضمن خارطة الطريق ديالنا 2017-2020 ديال ليفام. المعرض كيف كتعرفوا هو أيضا واحد المرحلة اللي يمكننا نقتنيو فيها سيارات افضل العروض، وعندنا اكثر من 33 ماركة عارضة، وعندنا الحمد لله جميع شركات التموين، لا التموين العادي ولا التموين عن طريق المرابحة اللي جاو هاد السنة ان شاء الله بكثرة. فكل هاد المكونات غتساعدنا ان شاء الله باش نديروا واحد الدورة ان شاء الله اللي تكون ساتيسفيزونت وعند حسن حظ الجميع. ان شاء الله كنتوقعوا يكون عندنا 200 الف زائر واكثر ان شاء الله باذن الله. لميا عامر، ديريكتور ماركتين رونو كوميرس ماروك. المميزات ديال دوستور هذا العام هو كيبقى بنفس الثمن ابتداء 129900 درهم، وان عنده مميزات خاصه اللي هي لاكارت مال ليبر اللي كتسمح للمستهلك انه يتحكم في السياره عن بعد، اللي هي مثلا كاتر كاميرا لان اللي كتسمح للمستهلك انه يبو سوغاري بطريقه سهله، وكاين ايضا لا ديريكسيون اسيستي الكتريك. المعروف على دوستور هو انه كيبقى باثمنه جد متميزه وانها كتناسب الجيب ديال المستهلك المغربي ابتداء 129900 درهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.